أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى الاقتصادية المفصلة من الميادين. إلى العناوين: اليوان الصيني عند أدنى سعر له في 11 عاما. محادثات سرية بين موسكو وأنقرة بهدف ربط المصارف التركية بالنظام المالي الروسي البديل لسويفت الغربي. وفي النشرة أيضا: 132 مليون شخص حول العالم بحاجة إلى حماية ومساعدات إنسانية عاجلة. أهلا بكم. انخفض اليوان الصيني إلى أدنى مستوى له في 11 عاما مقابل الدولار بسبب المخاوف بشأن تباطؤ اقتصادي، ما حفز بنوكا صينية مملوكة للحكومة على دعم العملة في السوق الآجلة. وتزامن انخفاض قيمة اليوان مع تراجعات الأسهم في هونغ كونغ بفعل المخاوف من استمرار الاحتجاجات في المدينة. ومن شأن انخفاض قيمة اليوان أن يدعم الصادرات الصينية ويعطيها ميزة تنافسية في الأسواق العالمية. حذر صندوق النقد الدولي من سعي الحكومات لإضعاف عمولاتها عبر تيسير نقدي أو تدخلات في السوق، قائلا إن هذا سيضر بعمل النظام النقدي العالمي ويسبب معاناة لجميع الدول. وفي منشور له على مدونته قال الصندوق إن التحذير يأتي قبيل اجتماع قادة بنوك مركزية عالمية هذا الأسبوع، وإن مقترحات استخدام التيسير النقدي والمشتريات المباشرة لعملات دول أخرى قد لا تكون مفيدة وفعالة. أوصى المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بإلغاء الحد الأقصى للعمر لمديره التنفيذي، ويحتاج هذا التغيير إلى موافقة مجلس محافظي الصندوق ليصبح ساريا. هذا التغيير إذا حدث يجعل صندوق النقد متماشيا مع مجموعة البنك الدولي التي ليس لديها حد أقصى للعمر للمناصب القيادية. وفي الوقت نفسه يفيد المرشحة الأوروبية التوافقية كريستالينا جورجيفا التي أنهت عامها 66 من العمر، فيما تشترط القواعد الحالية أن يكون عمر المديرين التنفيذيين أقل من 65 عاما. جدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التعبير عن موقف فرنسا من مسألة بريكزيت، وهو احترام قرار الشعب البريطاني. وقال ماكرون خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن بلاده ترغب في الحفاظ على العلاقات مع بريطانيا وتستعد لكل السيناريوهات بما فيها الخروج غير المنظم. من جهته أكدت جونسون التزام بلاده المغادرة بحلول 31 من تشرين الأول أكتوبر المقبل وحماية مصالح الشعب والشركات البريطانية. محادثات سرية جمعت مسؤولين من روسيا وتركيا الشهر الماضي وفق ما كشفت وكالة بلومبرغ الاقتصادية، التي أضافت أن المحادثات تتعلق بربط المؤسسات المصرفية في تركيا بالنظام المالي الروسي البديل لنظام سويفت الأمريكي. سويفت هو شبكة عالمية موحدة للاتصالات المالية الآمنة، وأقامت روسيا نظاما رديفا له بعد العام 2014 للإفلات من العقوبات الاقتصادية والحصار المالي. ولا يخضع هذا النظام الروسي لمنتدى الرقابة الذي يضم المصارف المركزية لعشرين بلدا حول العالم. قلصت شركة النفط الوطنية الفنزويلية حجم دينها أمام شركة روسنفت الروسية إلى 1,100,000,000 دولار خلال النصف الأول من العام الحالي. وقالت الشركة الروسية العملاقة إن حجم الدين المترتب عليها حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي بلغ 1,800,000,000 دولار. وكانت الولايات المتحدة قد فرضت حزمة عقوبات على فنزويلا وشركاتها الحكومية بما فيها شركة النفط الحكومية. احتل اليمن المركز الأول عالميا في قائمة البلدان التي تحتاج إلى مساعدات إنسانية عاجلة، وذلك وفق تقرير لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا، وفق تقرير التقييم الإنساني العالمي للعام الحالي. نحو 132 مليون شخص في 42 دولة حول العالم في حاجة إلى مساعدات إنسانية هذا العام، وتصل قيمة المساعدات إلى 22 مليار دولار، لكن ما يتوقع أن يحصل عليه لن يتعدى 93 مليونا فقط بحسب تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.
التقرير قال إن واحدا من كل 70 شخصا حول العالم يحتاج إلى مساعدات لمواجهة انعدام الأمن الغذائي والاستغلال الجنسي والإتجار بالبشر والتهجير القسري، كاشفا عن تعرض الناشطين الإنسانيين للتضييق والسجن في بعض الدول الأوروبية بسبب مساعدتهم المهاجرين غير الشرعيين الذين أتوا من مناطق النزاع. ووفق هذا التقرير يحتل اليمن المركز الأول في قائمة الدول الأكثر احتياجاً بواقع 24 مليون إنسان، تليه سوريا بواقع 13 مليوناً، ثم الكونغو الديمقراطية بواقع 12 مليوناً و800 ألف إنسان، ثم تأتي إثيوبيا ونيجيريا وجنوب السودان والعراق. وحذر التقرير من تزايد الحاجات الإنسانية في العامين الحالي والمقبل، كاشفاً عن التمكن من تلبية 56% من قيمة المساعدات للعام الماضي، وتوقع أن تتراجع قدرته على توفير المساعدات الإنسانية، في إشارة منه إلى اقتطاعات تنفذها بعض الدول على مساهماتها، وأبرزها الولايات المتحدة الأمريكية. يتوقع أن تشهد شوارع مدينة هنداي الفرنسية التي تقع على الحدود مع إسبانيا تظاهرات مع انطلاق قمة مجموعة السبع، وذلك بدعوة من منظمات تتعرض أو تعترض على القرارات الاقتصادية والبيئية لرؤساء الدول. وبدأت استعدادات المحتجين على القمة بتنظيم اعتصامات دائمة في منطقة قريبة من مركز الاجتماعات، حيث نصبت الخيم ورفعت شعارات ضد مسؤولي الدول السبع الكبرى. قالت وزيرة الطاقة والمياه اللبنانية ندى بستاني إن لدى لبنان فرصة كبيرة لتحقيق كشف بحري للطاقة فور بدء أعمال التنقيب في تشرين الأول الثاني في تشرين الثاني نوفمبر أو كانون الأول ديسمبر المقبلين، وأن الجولة الثانية لترسية التراخيص تستقطب الكثير من الاهتمام. بستاني أشارت إلى آمال كبيرة بأن يجري اكتشاف الغاز خلال حفر البئر الأولى، لافتة إلى أن المتوسط العالمي هو استكشاف 3 آبار قبل تحقيق الكشف، وأن الحفر سيستغرق 55 يوما فقط. وفيما يتعلق بملف الكهرباء، أكدت بستاني أن خطط الإصلاح تمضي وفقا للجدول الزمني، وأن لبنان سيتمكن من إنتاج ثلث طاقته بالاعتماد على مصادر متجددة عام 2030. أصدر بنك المغرب ورقة نقدية تذكارية من فئة 20 درهما لمناسبة الذكرى 20 لعيد العرش، تتميز بالتصميم العمودي لوجهها الذي يحمل صورة الملك محمد السادس. الورقة النقدية التذكارية صممتها وأنتجتها دار السكة فوق دعامة بلاستيكية من البوليمر، وهذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها في المغرب. وقال البنك المركزي المغربي إنها تحمل رسوما منمقة لبعض المشاريع الكبرى التي جرى إنجازها في 20 سنة الماضية. الجزئيات البلاستيكية في مياه الشرب لا تمثل تهديدا صحيا كبيرا، وفق ما ذكرت منظمة الصحة العالمية في جنيف. وقالت المنظمة في تقرير يلخص نتائج دراسات علمية متعددة إن معظم المواد البلاستيكية الدقيقة التي يجري ابتلاعها مع مياه الشرب تغادر الجسم مرة أخرى بعد مرورها بالجهاز الهضمي. ودعت المنظمة الدول إلى بذل المزيد من الجهد للاستثمار في أنظمة معالجة المياه على نحو عام لإزالة الميكروبات الضارة التي تسبب ما يقرب من نصف مليون حالة وفاة كل عام بسبب الإسهال. سيدي بوسعيد أو عروس المدن التونسية هي قبلة السياح وأول موقع محمي على مستوى العالم لما يمثله من لوحة فنية تحبس الأنفاس. مريم عثمان. تحافظ تونس على جمالها بالرغم من المصاعب والمشقات، تفتح عينيها الخضروين واسعتين أمام مستقبل تأمل أن يكون خاليا من الأزمات السياسية والاقتصادية. بين الماضي والحاضر تجمع هذه اللوحات التي تروي حكايات يازقة تونس العتيقة، لوحات تصور الحياة التونسية اليومية على مر الزمان في هذا المرسم على مدخل مدينة سيدي بوسعيد. استحوذ علي اللون ولم يعد علي أن أبحث عنه بعد الآن، إنه يسكنني إلى الأبد، هكذا أنهى الفنان الألماني بولكلي وصفه للمدينة الزرقاء.
هي قطعة من السماء على الأرض، ازدانت بثوبها الأبيض والأزرق فسلبت عقول روادها. يخرجك هدوء هذه المدينة التونسية من صخب الحياة اليومية، فلا ضجيج للسياسة هنا، والمباني المطلية باللونين الأزرق والأبيض تجعل منها لوحة فنية بحد ذاتها. بارون اللي قتل سيدي بوسعيد لما خرج من بريطانيا راح على اليونان. في اليونان في قرية زرقاء وبيضاء زي تونس، يعني زي سيدي بوسعيد، هو قضى فيها سنتين يعني. ولما جاء على سيدي بوسعيد هو اللي قال للأهالي عشان يعملوها زرقاء وبيضاء. سيدي بوسعيد التي اكتسبت اسمها نسبة إلى أحد أبرز علماء التصوف في تونس أبو السعيد الباجي، هي أول موقع محمي على مستوى العالم، كيف لا واسمها مرتبط بتاريخ تونس، ولا سيما أنها تطل على مدينة قرطاج عبر منحدر من الصخور، كما تشرف على خليج تونس وتبعد مسافة تقدر بنحو 20 كيلومترا عن العاصمة تونس. الأزمة كان لابد من أن تؤثر في قبلة السياحة في تونس والتجارة السياحية في المدينة. بالنسبة للسنام فماش معناتها كليونات، معناتها حرفية اللي تنجم تقول هذوكم مش تاخذ معناتها متاع بشي جايبين العملة صعبة ولا حاجة، نورمالمون خير من هكا مستانسة، السنام ماهيش لك الكل. قلة الإقبال على المحال التجارية لا تعني غياب السياحة في سيدي بوسعيد، فالمدينة الزرقاء تشهد إقبال الآلاف سنويا وهم يقصدونها للاستمتاع بالطبيعة الساحرة والمناخ المتميز. مريم عثمان، تونس، الميادين. مع هذا التقرير نأتي إلى ختام الاقتصادية المفصلة، نشكر لكم حسن المتابعة. الميادين دوت نت للمزيد، إلى اللقاء.